في حكاية تانية صعبة حبتين تلاتة أربعة. النهاردة كان في جمعية عمومية غير عادية شارك فيها 35 نادي من أندية القسم الثاني والثالث، والأندية دي كانت عاملة الجمعية العمومية الغير عادية علشان يلغوا فكرة دوري المحترفين. دوري المحترفين ليه؟ ما أعرفش. إيه المشكلة؟ ما أعرفش. هل عندهم حق ولا لأ؟ هنتناقش في ده بعد شوية، بس أنا واقف عند نقطة مهمة جدا. هو ليه كل واحد في الكرة المصرية، كل نادي، كل مسؤول دايما دايما بيفكر بمصلحة شخصية، مصلحته هو الشخصية، مصلحة ناديه، ما بيفكرش أبدا في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام؟ هتقولي ما طبيعي كل واحد بيفكر في مصلحته أولا وبعد كده بيشوف المصلحة العامة. لا، المصلحة العامة يعني هي مصلحة الكرة المصرية، لما يحصل فيها تطور ده يتبعه تطور في ناديك، تطور في مسؤولياتك، تطور في حاجات كتير قوي، انت كمان هتنجح مش العكس. يعني انت لو فكرت في مصلحتك بس لا انت هتكسب ولا الكرة المصرية هتكسب. لا انت لو فكرت بقى في مصلحة الكرة المصرية، الكرة المصرية هتكسب اولا وانت هتكسب ثانيا، كله هيطلع فرحان. انا مش بقول كده، ان انا واخد رأي اتحاد الكرة اللي مصمم ويصر انه يلعب دوري المحترفين اللي هو الدوري الدرجة الثانية بشكله الجديد. اتحاد الكرة مصر على ده، والأندية أو معظم الأندية تقول لا مش هنلعبه بالطريقة دي. تعالوا نشوف اجتماع الجمعية العمومية غير عادية النهاردة لكثير من رؤساء الأندية اليوم بخصوص هذا الأمر، وبعد كده نرجع نتناقش فيه بشكل أكبر مع ضيوفنا الأعزاء عبر الهاتف بعد لحظات. أصوات الجمعية العمومية 124 نادي حضر منهم 37 وانصرف عند التصويت مندوب تكرنس بعد الاعتصار لي شخصيا. عدد الاصوات الحاضره 36 نادي. عدد الاصوات الباطله لا يوجد طبعا بعد استئذان نادي تكرنس. عدد الاصوات الموافقه على الغاء قرار الاتحاد 36 نادي. عدد الأصوات الموافقة على قرار الاتحاد لا يوجد، وحيث تبين أن عدد الأصوات الصحيحة الموافقة على إلغاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمى القسم الثاني ألف وعددها 36 صوتا وهو أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة الحاضرة، فيكون هذا القرار قد ألغي بقرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة اليوم، وحيث أنه لم يكن في جدول الأعمال غير هذا البند فقد أقفل المحضر بتمام الساعة الثانية، وبناء عليه تمت الموافقة. وأشكركم وكل طيبين. اتحاد الكرة أحال محضر الجمعية العمومية النهاردة إلى اللجنة القانونية أو الإدارة القانونية باتحاد الكرة عشان يبتوا في صحة الناحية القانونية والإجرائية من عدمها، واجتماع عدد من ممثلي الأندية اليوم بمقر الاتحاد دون حضور أي عضو بالمجلس، مجلس إدارة اتحاد الكرة. والاجتماع النهاردة كان فيه قرار برفض تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل.